شو بتعرف عن مجالس الإدارة المحلية؟ مجالس الإدارة المحلية هي خطوة متطورة من عمل وزارة الإدارة المحلية التي تعنى على مستوى الجمهورية العربية السورية بإيصال الأشخاص المناسبين والقادرين على خدمة أهاليهم في كافة المناطق والقادرين على حل مشاكلهم لدى الجهات المختصة، والذين لا يدخرون جهدا لإيصال وحل هذه المشاكل لأنهم بالنهاية مستأمنين على إيصال هذه الشكاوى وحلها ضمن الإمكانيات المتاحة. مجالس الإدارة المحلية هي أهم شيء بالبلاد، وخاصة بعد ما اعطوها صلاحيات جديدة، فهي بتنظم أمور المواطنين وأمور المناطق باللي موجودة فيها، فعملها بصب مصلحة المواطن مباشرة. هي تعني بخدمة المواطن، تعني أنه المرشح يكون مسؤول عن خدمة أهل الحي، وبنفس الوقت يعني بشكل تقريبي انه بقدر ان اخدم اهل حي كاملا. مجالس منتخبه من قبل الشعب لاداره الوحدات الاداريه، وهو استحقاق كثير كويس يخدم الشعب ان شاء الله. من اجل خدمه المواطنين وتقديم المساعده للمواطنين جميعا في مجال عمل البلديه. مجالس الاداره المحليه هي خطوه رائده لتنظيم عمل المواطنين وتسهيل أمورهم وعدم الرجوع إلى السلطات العليا. هي سلطات دنيا تقوم بتخطيط على مستواها الإداري وتسهيل عمل المواطنين، بالإضافة إلى الكهرباء، تأمين كل محتاج كل احتياجات المواطنين قدر الإمكان.